مرة أخرى، عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروعي للمخدرات بوادي السمار بالعاصمة تتصدى لمحاولة جديدة لإغراق الجزائر بالمهلوسات، وتحجز سهريجا آخر من سهاريج الموت المثقلة بالسموم، محملا بأكثر من نصف مليون قرص من المؤثرات العقلية كانت موجهة للإتجار غير المشروع بها، وذلك بعد شهرين فقط من العملية النوعية التي أسفرت على ضبط أكثر من 1,200,000 قرص مهلوس. بعد التوصل لمعلومات حول وجود حمولة ضخمة من المؤثرات العقلية ستحول من جنوب البلاد لشمالها، بشر عناصر ACLTS تحرياتهم المكثفة التي مكنتهم من تحديد الهدف. سهريج لنقل الإسمنت استعمل للتمويه عن شحلة ثقيلة من المؤثرات العقلية، وبعد عملية تتبع دقيق طيلة مساره وبمجرد وصول الشحنة لصاحبها بتاريخ 19 ماي 2023، عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات يطيحون بشخصين من عناصر الشبكة على مستوى عين ولمان بولاية سطيف، ويحجزون سهريج الإسمنت والذي بعد عملية تفتيش دقيقة له عثر بداخله على 513,810 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين أجنبية المنشأ. التحقيقات مع الموقوفين أكدت أن الحمولة انطلقت من ولاية ورقلة نحو ولاية سطيف، والتي كانت ستتخذ نقطة إخفاء وتوزيع لتلك السموم للإتجار غير المشروع بها على مستوى ولايات شرق الوطن، وذلك باستخدام مركبتين سياحيتين تمكن عناصر ذات الفرقة من حجزهما، جهزتا لتبدأ العملية التي كانت لتعود على الجنات بأكثر من 40 مليار سنتيم بعد ترويج تلك السموم بطريقة غير مشروعة. بعد استيفاء الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة عن جنايات الاستيراد والشحن والنقل عن طريق العبور، الحيازة والتخزين ووضع للبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، التهريب باستعمال وسائل نقل على درجة من الخطورة تهدد الأمن العمومي والصحة العمومية، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، والمعارك مع بارونات السموم متواصلة ومآلهم واحد.